نوفمبر 1954 اندلعت الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ 1830. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس. ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي. وإن اليوم عمالقة. أول نوفمبر يوم فخر واعتزاز لشعب كافح أبناءه من أجل استرجاع الحق المسلوب والسيادة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي الذي عذب دمر وقتل شعبا آمن بالحرية ووقف مدافعا عن كرامته وناضل بقوة مؤمنا بحتمية الانتصار مستعدا للتضحية. نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا. وانتهت بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من 1.5 مليون شهيدا جزائري. والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. وذلك ما أعطى الجزائر لقب بلد المليون ونصف المليون. عاشت الجزائر حرة أبية مستقلة.